السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everyone. اليوم ندرس الدرس الثاني part 2 say for fun في الوحدة السابعة unit 7 اسم الوحدة fruit show lesson 2. Open your books at page 50. افتح كتابك صفحة رقم 50. زي ما أخذنا الدرس اللي فات بنركز على these و those. These هؤلاء للجمع القريب، أما those هؤلاء للجمع البعيد. هنشوف محادثة بين الأشخاص اللي في الصورة. Look at your books at page 50 and listen carefully to the conversation. استمع للمحادثة وبعدين هنقرأها ونفسرها. Part 2. Say for fun. What are those? They're grapes. What are these? They're pears. Are these biscuits? Yes, they are. I like bananas. Let's make some bananas. Okay. Look at the pictures. انظر إلى الصور. أول صورة. What are those? ما هؤلاء؟ بيشاور على شيء بعيد، لذلك قال those. رد عليه قال له they are grapes. إنهم عنب. الصورة اللي بعدها. What are these? الأشياء قريبة منه. فقال له What are these? استخدم these. They are pears. يعني هؤلاء كمثرى. Are these biscuits? هل هؤلاء بسكويت؟ قال these لأنهم قريبين. Yes, they are. نعم. I like bananas. أنا أحب الموز. Let's make some bananas. هيا نصنع بعض الموز. Okay. نروح على التدريب اللي بعده يا أبطال. Show time. Listen and repeat. استمع وكرر. What are these? What are those? They are grapes. يعني استخدم these مع القريب زي ما قلنا و those مع البعيد. What are these? They are grapes. What are those? They are grapes. النوع الثاني من الأسئلة وهو النوع باستخدام سؤال بمعنى هل. لما أبدأ السؤال بإز أو بآر يبقى السؤال معناه هل. Are these biscuits؟ هل هؤلاء بسكويت؟ وطالما السؤال بهل إجابته yes or no. Yes they are. نعم هؤلاء بسكويت. نستمع. A. Showtime. What are these? They're grapes. What are those? They're grapes. Are these biscuits? Yes, they are. Okay. نروح للتدريب اللي بعده وهي عبارة عن كلمات جديدة نركز فيها وننطقها بشكل صحيح ونكتبها إن شاء الله في الواجب. هقرأ لك الكلمات. Chocolate. Chocolate. يعني شوكولاتة. بودينج. بودينج يعني حلوة. بسكت بسكويت. سويت حلوة. بوب كورن اللي هو الفشار. أقرأهم مرة ثانية وأبغاك تردد وراي. Repeat after me. شوكليت. شوكليت. بودينج. بودينج. بسكت. بسكت. سويت. سويت. بوب كورن. بوب كورن. نستمع لهم كده يا أبطال. B. Listen, point and say. Chocolate. Pudding. ردد. Biscuit.
sweet. Popcorn. Okay. Now open your workbook. افتح كتاب النشاط حقك. Add page. وهذه صفحة الواجب اللي عليك. Add page 44. صفحة 44. بتعتمد جدا على الكلمات هذه الخمسة اللي قدامك. هتلاقي في الصورة لو انت فتح الكتاب هتلاقي شيء يشبه المخبز او المحل وفي كل الاشياء هذه. انت عليك تعرف الصورة وتوصلها بالكلمة الصحيحة وبعدين تكتب الكلمة نفسها. Right, match and number. هتكتب وتوصل وترقم. وهي الكلمات هذه اللي عندك اللي هي تشوكلت, بودينج, بسكت, سويت, بوب كورن. اوكي. توفيق ابنائنا الطلاب, وإلى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله. Goodbye.